مبروك للنادي الأهلي، أنهى موسم رائع وموسم بدرجة اقتدار، لقب 42 رسميا مع الأهلي منذ أسابيع، ولكن النهاردة كان يوم تاني وشكل تاني. فمليون مبروك للنادي الأهلي ومليون مبروك لجماهير النادي الأهلي. كان يوم كويس جدا، وكان يوم أكثر من رائع، وكان يوم متميز للغاية. ولكن زي ما أنتم عارفين كالعادة الشيطان يكمن في التفاصيل، الناس سابت كل حاجة وما بتتكلمش غير إيه اللي حصل مع محمد فضل ومحمود كهربا. يعني الناس سايبة كل حاجة دلوقتي وما بتتكلمش غير عن هذا الموضوع. يا ترى ماذا حدث مع محمد فضل وكهربا؟ إيه المشادة رغم إنها كانت لدقيقة وانتهت، ولكن كل سوشيال ميديا تعرفين دائما الشيطان يكمن في التفاصيل، فكل سوشيال ميديا سابت كل حاجة وما بيتكلمش الناس غير ماذا حدث ما بين محمد Bluetooth فضل mode. وما بين محمود عبد المنعم كهربا. الناس سابت التتويج وسابت الدوري وسابت مؤمن زكريا وسابت الدنيا كلها وسابت فقرة أحمد فتحي وسابت وسابت، ولا كلام على السوشيال ميديا إلا هذا حدث بين محمد فضل وكهربا. عشان كده أبدأ من السؤال اللي محيركم، يعني أبدأ من عند السؤال اللي محيركم، وماذا دار ما بين فضل وكهربا أثناء مراسم التتويج؟ خليني يعني كل الناس اللي معانا على الفيسبوك وكل الناس اللي معانا على اليوتيوب يا ريت نشير قدر المستطاع، ومليون تحية للجميع هنا وهناك. الأستاذ أحمد بريك، أخد كام رسالة كده قبل ما أستقبل أول تليفون. والنهاردة لازم أبدأ بالأستاذ محمد مهدي، لأن النهاردة نهاية الموسم هو نجاح للجنة الخماسية، وكمان نعرف ماذا دار ما بين محمد فضل وما بين محمود عبد المنعم كهربا. التفاصيل أكيد عند زميلنا المجتهد الأستاذ محمد مهدي. أستاذ محمد مهدي السلام عليكم. مساء الخير، أهلا بيك وأهلا بكل متابعينا في القناة. يعني الناس سابت كل حاجة وسوشيال ميديا مقلوبة، إيه اللي حصل ما بين محمد فضل وما بين محمود عبد المنعم كهربا؟ يعني طبيعي، يعني رغم يعني الجهود الكبيره اللي عملتها اللجنه الخماسيه، وزي ما قلت لحضرتك امبارح انه لاول مره اعتقد انه في تاريخ يعني الدوري المصري انه يتم تسليم الدرع في المباراه النهائيه. قبل كده كان بيتسلم بعدها بفتره، او كان بيروح مختار تيتش اللعيبه تتصور معاه، او كان بيعملوا حفل في احد الفنادق يعني. ولكن اتحاد الكره يعني جهود كبيره جدا من اللجنه الخماسيه انه تم تسليم الدرع في ارض الملعب في المباراه الختاميه للنادي الاهلي، وفوزه النهارده بثلاثيه نظيفه على حساب طلائع الجيش. ولكن يعني الناس كلها بتنسى كل حاجه حلوه وبتمسك في الحاجه السيئه اللي بتحصل في الماتش او التكريم. طبعا كان في يعني منظر غير حضاري للمشاده اللي كانت بين محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه ومحمود كهربا لاعب النادي الاهلي. باختصار يعني انه الموضوع كان السبب فيه مالك ابن مؤمن زكريا، كان كهربا عايز يصطحب مالك ابن مؤمن زكريا ان هو يتصور معاه مع الدرع، ولكن يعني محمد فضل قال له لا، سيب ابن مؤمن زكريا يبقى مع يعني والده في الصوره. وبالتالي انه كان في خلاف قديم اصلا من السوبر المصري في الايراد، اللي تم ايقاف كهربا لنهايه الموسم على اسره، وتم تقليص العقوبه الى 10 مباريات كانت بين محمد فضل وبين كهربا الثنائي، وده اللي ظهر النهارده في الاحتفاليه والتتويج. يعني ما خدتش اكثر من دقيقه المشاده والدفع بين الطرفين، لحين يعني تدخل يعني العقلاء واحتواء الامر تماما. يعني عايز اقول لحضرتك انه بعد المباراه ما كانش في يعني اي تفاصيل او اي حاجه استمرارا للمباراه، يعني الموضوع انتهى خلاص، واللعيبه صورت بيه درع الدوري. محمد فضل بسلم الدرع للنادي الاهلي في وجود مؤمن زكريا، يعني انسحب من المشهد يعني بعد ما ادى دوره يعني على اكمل وجه. ولكن يعني هي لقطه احنا مش عايزين السوشيال يقف قدامها كتير خلاص. يعني انت عندك منظر حضاري حصل واحتفال النادي الاهلي بدرع الدوري، فمش هنبوظ كل الليله دي عشان خاطر مشاده لمده دقيقه حصلت يعني بين فضل وبين كهربا. يعني الناس اختلفت، ناس كتيرة قالت يعني الخطأ كان من محمد فضل، يعني الكابتن محمد فضل، يعني انت عارف العلاقة اللي بتربط كهربا بمؤمن زكريا، وكهربا النهاردة عمل على التيشيرت هانت يا اخويا، ومؤمن زكريا بعت له تحية لما قلع التيشيرت بتاعه بعد الهدف الثالث، والعلاقة قوية ومؤمن زكريا حابب كده، وكهربا كان عايز يرفع من معنويات
يعني مؤمن زكريا وأسرته، يعني ومالك ابن مؤمن زكريا، يعني هو ابن للجميع زي ما بيقولوا يعني. ولكن رؤيتك أنت، هل بالفعل أخطأ الكابتن محمد فضل زي ما الكل بيقول إن فضل يعني هو لو الأخطأ؟ انت كريس بتتكلم على جزء ان كهربا عمل فنفس القصه، اتحاد الكره عمل اكتر من كهربا. اولا لاول مره في التاريخ ان القميص بتاع منتخب لا مصر لا، انت يتم عايز، لا لحظه بس، انت عايز تودينا لحته تانية يعني، انت عايز تقول للناس لا نقف امام هذا الموضوع، لان اللي عمله اللجنه الخماسيه واتحاد الكوره لا يستحق منكم ان تؤكدوا صفو بهذه الواقعه، ده حاجه بالظبط. تانية. وانه يعني كلام يامن انت عايز تقول كده؟ بالظبط. يعني مش هنوقف قدام لقطه زي دي. وحتى لو قلنا انه كهربا ده عمل او دعم او لعيبه النادي الاهلي دعمت مؤمن زكريا، ففي المقابل يعني لاول مره في التاريخ انه اللجنه الخماسيه برضه دعمت مؤمن زكريا بشكل قوي جدا. اولا الفيديو التشويقي ليه القميص منتخب مصر، كان يعني مؤمن زكريا هو بطل الحدث كله، رغم هو يعني حاليا مش لاعب في منتخب مصر، ولكن دي كانت فكره من محمد فضل. في المقابل برضه كان مهندس ابو ريده كان يعني اعلن في بيان ان مؤمن زكريا سفير لنهائي دوري ابطال افريقيا، فبالتالي ان كل الوسط الرياضي متضامن وداعم لمؤمن زكريا، ليس كهربا فقط او النادي الاهلي فقط، بالعكس كل الوسط الرياضي متضامن مع مؤمن زكريا ويدعم مؤمن زكريا في كل شيء. اتحاد الكره النهارده كان حريص، وانا قلت لحضرتك امبارح على دعوه مؤمن زكريا ليه تسليم الدرع للاعبي النادي الاهلي، والنهارده النادي الاهلي كان ليه راي ثاني ان مؤمن يتسلم الدرع مع لاعبي النادي الاهلي وليس يسلم الدرع للاعبي النادي الاهلي، فبالتالي ان كل المنظومه الرياضيه تعمل لصالح مؤمن زكريا ولدعم مؤمن زكريا، فما ينفعش ان احنا نقول ان كهربا دعم مؤمن زكريا وغيره ما دعمش، لا كل الجميع دعم مؤمن زكريا في يعني مرضه الحالي، نتمنى له كل الشفاء. والله يا محمد ولكن انا بتفق معاك، يعني انا عايز اقول يا جماعه يعني، بس خلي بالك برضي من الحاجات اللي انا ملاحظها، ان في ناس مش قابله خطا من اللجنه الخماسيه، على الرغم ان انا قلت وساظل اكرر ان عمرو الجريني ومحمد فضل وكمان محمد علي والدكتور احمد عبد الله والدكتوره سعر عبد الحق قدم للكره المصريه ما فشل غيرهم أن يقدموه على مدار سنين، بس عايزين سنة نبلع لهم الغلط. يعني إيه؟ يعني حبيبك يتمنى لك الغلط وعدوك يتمنى لك الغلط وعدوك يبلع لك الزلط. إحنا عايزين بس ما حدش يتمنى لهم الغلط ونفوت، يا ريت. يعني أنا شايف، بس لحظة بس أكمل، أنا شايف إن كان ممكن الكابتن محمد فضل يفوت، وانا شايف انه ممكن يكون الكابتن فضل اخطا، لانك انت ممثل للاتحاد المصري لكرة القدم، سيب الدنيا حبايب واخوات مع بعض، وكمان ده اخوة المحبين، ايد محمد مهدي في اللي قاله، يعني ما نسيبك المشهد كله ونمسك فدية. ففي كلا الحالتين يعني عشان خاطر البطل يظل بطل، وما نخليش حد يعكر صفو انه بطل، وفي نفس الوقت الناس دي اشتغلت، فنفوت يعني، ما نقفش قدام الواحدة يعني. بالظبط. وكان كمان في يعني كان خبر ثاني يعني قبل الماتش برضه، انه يعني سوشيال النادي الاهلي كان كله يعني، واعتقد انه عديد من الاخبار يعني توزعت على غالبيه مواقع مصر، اللي خبر ضد محمد فضل وانه رافض احتفاليه النادي الاهلي وانه رافض تتويج النادي الاهلي بدرع الدوري في ملعب البراءه ودعوه اشخاص للاحتفاليه. ولكن يعني حتى عندنا في القاهره شفنا خطاب رسمي من النادي الاهلي محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، ان النادي الاهلي بيقول اقتصار الاحتفاليه الدوري النادي الاهلي، لان النادي الاهلي عنده نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 27 نوفمبر، فبالتالي النادي الاهلي ما كانش عارف او اي العاب ناريه او اي حاجه تحصل في ملعب المباراه اليوم، كان عايز احتفاليه بسيطه جدا ان اللعيبه تستلم الدوري وتفرح بالدوري في حدود المعقول، ان النادي الاهلي تربطه مباراه نهائيه، فبالتالي هو اغلق صفحه الدوري ده. يعني كان انتشر قبل المباراه بشكل كبير، ولكن عندنا في القاهره 24 انفردنا بخطاب رسمي من النادي الاهلي ان هو اللي بيطلب انه الاحتفاليه تكون في اضيق الحدود، ده برضه من في اطار انه الناس خلاص منتظر اي شيء ضد اتحاد الكره عشان يقدروا يهاجموا اتحاد الكره او ضد النادي الاهلي عشان يهاجموا النادي الاهلي، ولكن الامور بسيطه جدا لو الناس يعني صور. لكي نكون منصفين من الفيديو، محمد فضل غلطان، حتى نكون منصفين عشان بس نقول اللي علينا واللي علينا عشان الناس بتتفرج علينا، وانا احب اكون راجل حقاني، محمد فضل غلط، ولكن عايزين نفوت الواقعه على كان لا تؤكر الصفو. بالظبط، مش وقته خالص. ولو جينا نتكلم في البروتوكول كمان، يعني الطبيعي انه ده ممثل اتحاد الكوره، فالطبيعي ان هو هيقف جنب مؤمن زكريا وجنب كابتن محمود الخطيب
وثم باقي اللاعبين في الاخر. فلو جيت حسبتها برضه كليا ان كهربا هو اللي غلطان في القصه، ان انت طبيعي. طب هو ليه ما وقفش مكان يعني كهربا، ما وقفش ليه مكان كابتن محمود الخطيب؟ فنفس القصه اوبرت كل متبع في كل العالم، رئيس النادي الاهلي موجود، مؤمن زكاه الذي يتم تكريمه، ممثل اتحاد الكره موجود في صداره المشهد، ثم بعد ذلك لاعب النادي الاهلي. بس برضه من ضمن الحاجات، انا بتفق مع الاستاذ ميدو جمال وكل الناس اللي معانا في اللايف، مهما كانت الامور ما كان يجب ان يمد ايده. موضوع الزق بالايد ده مشكله كبيره بالظبط. طبعا انا مش معاك في ده، ولكن يعني في اطار احتفاليه النادي الاهلي وفي فرح يعني الوسط الرياضي كله في تتويج النادي الاهلي، نضطر ان احنا يعني بنعدي بعض اللقطات اللي هي مش ظريفه، اللي ممكن تعكر الصفو بين مؤسسه النادي الاهلي، مؤسسه كبيره وعظيمه، ولجنه خماسيه. يعني اعتقد ان هي بذلت مجهود كبير خلال الفتره الماضيه حتى الان، فما مش هنقف عند لقطه زي دي ما خدتش اكتر من 30 ثانيه تعكر كل الصف او تزيد جراح، يعني او نقول انه في ناس بتنفق في النار بين. لا بالعكس، احنا بص، ما هو علشان بص يا محمد، لكي لا تنفخ في النار لازم تكون حقاني. احنا قلنا يا جماعه عايزين نفوت الحدث، ولكن ما ينفعك نحمل حاجه على حاجه، يعني اللي عايزين نفوت بالظبط. في نفس الاطار في ناس ثانيه، يعني زي عايز اقول المعسكر الثاني، المعسكر الابيض، يعني خد القصه كلها في اطار انه خناقه بين عضو لجنه خماسيه ولاعب النادي الاهلي، وبالتالي لابد من ايقاف كهرباء والاخره. فبقول لحضرتك ان التفويت في الحاجات البسيطه اللي زي دي بتعفيك من يعني امور اخرى او مصدريه او موجود. طب خلينا نشوف المشهد يا محمد بعد اذنك. لقطات خلينا بس واحنا بنتكلم نشوف المشهد علشان خاطر الصوره ابلغ ردا من الكلمه. يعني دلوقتي الروايه اللي جياني من احد الاصدقاء اللي كانوا موجودين في الاستاد بيتفرج علينا، ان ما تقولش اسمي، قال القصه ان هو الكابتن محمد فضل كان عايز هو اللي يشيل ابن مؤمن زكريا ورفض كهربا، فتم الحركه اللي احنا شفناها. فنروح للمشهد، كان المشهد لا يكذب ولا يتجمد. معاه وهكذا دائما دور المرأة المصرية معروف وموجود. لقطات هاي يمكن من الأول تاني يا جماعة، اللي موجود معاه وهكذا دائما دور المرأة المصرية معروف وموجود. لقطات للتاريخ اللي اتلمت الدنيا في دقيقه وكان شيئا لم يكن، ولكن للامانه جبنا اللقطه وقلنا في خطا حصل، ولكن نفوت حتى لا يؤكر صفو الليله. بالظبط بالظبط، ده الراي الصحيح والمستقيم حاليا يعني. طيب عايز اسالك محمد، قول لي ماذا لديك اللجنه الخماسيه بعد ان انتهى الدوري بمنتهى الارتياحيه، والنهارده اخر مباراه واسجل الستار على الدوري رقم 42 الاكثر عقدا في تاريخ الدوريات المصريه، دوري كورونا، واللقب اهدي لمؤمن زكريا، دوري مؤمن زكريا والذي حصل عليه النادي الاهلي. عندما تواصلت مع المسؤولين في اللجنه الخماسيه شعورهم ايه وماذا قالوا لك؟ طبعا يعني فرحانين جدا وسعداء بنهايه الدوري. كان ناس كثيره بتشكك في استكمال مسابقه الدوري بسبب فيروس كورونا، ولكن اصرار يعني اللجنه الخماسيه والقياده الاداريه سواء مدير الشباب والرياضه او يعني القياده السياسيه بانه استكمال الدوري الممتاز في نسخته الحاليه رغم ضغط الدوري بشكل كبير جدا، رغم انه ما كانش في وقت لاستكمال الدوري، رغم ان الناس كلها قالت انه يعني حتى لو الدوريات الخارجيه الدوري الانجليزي الاسباني الايطالي بيتكلم في اربع ماتشات خمس ماتشات، لسه بتتكلم في 18 جوله في الدوري الممتاز، ولكن كان في اصرار على استكمال الدوري، كان في من الدوله المصريه على انه الامور في نصابها الطبيعي، رغم انه كان في قله رافضه لاستكمال الدوري، ولكن الدوله اصرت على استكمال الدوري. لجنه المسابقات يعني بذلت مجهود رهيب جدا، رغم ان هي ضغطت يعني الفرق بشكل كبير، ضغطت اللعيبه بشكل جدا، كل ثلاث ايام بتتكلم في ماتش ارهاق ضخم للاعبين، ولكن هو ظرف استثنائي. استكمال الدوري ده يعني اعتقد ان هو شيء عظيم جدا، اعتقد انه حتى الشارع الرياضي كله مبسوط جدا
باستكمال الدوري، وفي حاله ويعني في نقطه كمان الناس مش واخده بالها منها، استكمال الدوري ادى الى انه انت عندك النادي الاهلي فرق في المباراه النهائيه لدوري ابطال افريقيا، الزمالك قريب من التاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا، ده كله بيرجع لي استكمال الدوري. اذا لم تكن استكملت الدوري او اذا يعني جمعت الدوري بتاعك وبدات موسم جديد، ما اعتقدش ان مستوى الاهلي والزمالك كان يؤهلهم الى التاهل للمباراه النهائيه، فبالتالي الدوري ناجح بكل يعني رغم كل المشاكل والعقبات اللي واجهته بسبب فيروس كورونا، ورغم كل يعني المبالغ الماليه اللي تحملها اتحاد الكره ووزاره الشباب والرياضه بيه عن طريق المساحات، بتتكلم في 18 او 24 مسحه لكل فريق من الفرق، تكلفت رقم كبير جدا، ولكن اصروا على استكمال الدوري، وبالتالي النتيجه كانت المشهد اللي حضرتك شفته النهارده، احتفال تتويج النادي الاهلي بالدوري، النادي الزمالك في المركز الثاني وتاهله لدوري ابطال افريقيا في النسخه القادمه، المقاولين العرب وبيراميدز المركز الثالث والرابع والتاهل الى الكونفدراليه في المره القادمه، فاعتقد انه انجاز كبير استكمال الدوري يعني مش لاتحاد الكره فقط او لوزاره الرياضه فقط، ولكن للدوله المصريه. يعني انا شايف ان البطل وصاحب قرار استئناف مسابقه الدوري، ولولا الاراده السياسيه وقوه الرئيس وقراره الحاسم باستئناف المسابقه ما استطاعت وزاره الرياضه ولا استطاعت اللجنه الخماسيه ان تسير بهذه الخطى. النهارده عندنا بطل لازم نحييه هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعندنا قائمه سوداء فيها كل من تخاذل وحال أن يدمر مسابقة الدوري، على رأسهم مرتضى منصور وسمير حلبية وآخرين. النهاردة لا لكل من سرى في ركب الدولة أن يفتخر، والأهلي كان أول نادي يعلن أنه مع القيادة السياسية وقرارات القيادة السياسية. مرتضى منصور بذل جهد كبير وجبار على تدمير المسابقة حتى وهي شغالة، وانضم اليه بشكل متعند. خلي بالك انا ما رضيتش اقول لك الاسماعيلي في القائمه السوداء، لان الاسماعيلي اعترض وتراجع، ما رضيتش اقول لك الاتحاد اعترض وتراجع، الزمالك والمصري، ولكن هو المصري والزمالك ظل يعني مش عايز اقول المصري والزمالك، لا تسمي الانديه، هو مرتضى وسمير حلبية ظل يتآمرها حتى الرمق الأخير. ولذلك لازم الناس تعرف أن رغم أنف مرتضى منصور وسمير حلبية الدور انتهى وبسلام، فتحية للقيادة السياسية. بالظبط طبعا، على زي ما حضرتك قلت يعني اعتقد انه انجاز كبير يعني للكره المصريه ان هي يعني تستمر في رياضتها وتستمر في استكمال منافسات الدوري، اعتقد انه اعجاز حصل يعني ما كانش حد يتوقع انه رغم الكورونا ورغم ان انت لسه عندك دور ثاني كامل 18 اسبوع بتتكلم فيهم انه يتم الاصرار من القياده السياسيه على استكمال الدوري وليس بدء دوري جديد كما كان يرغب مرتضى منصور وسمير حلبية. طبعا مرتضى كان خلاص عارف ان الاهلي حسم مسابقه الدوري، فبالتالي كان بكل وبشتى الطرق يرغب في الغاء المسابقه، المصري كان مهدد في الهبوط للدرجه الثانيه، كان يرغب بشتى الطرق في الغاء المسابقه، ولكن القياده السياسيه كان رايها واضح وصريح استكمال مسابقه الدوري، وبالتالي وزاره الشباب والرياضه ورئيس وزراء واتحاد الكره اشتغلوا على كل الجزئيه دي، وبالتالي عندنا النهارده يعني خلاص ختام الدوري الممتاز في موسمه الحالي، تتويج النادي الاهلي بالمسابقه، احتفاليه عظيمه يعني نقلتها يعني اون تايم سبورتس على الهواء مباشره لتتويج النادي الاهلي، ايضا دعم لمؤمن زكريا وتصدره للصفوف، اعتقد انه موسم ممتاز للكره المصريه، ايضا مع وصول الزمالك للمباراه النهائيه ان شاء الله هيبقى اعتقد انه من افضل المواسم للكره المصريه، كمان يبقى عندك البطل خلاص عرفت ان شاء الله البطل يا اما الاهلي او الزمالك، فبالتالي انه البطل مصري خالص في افريقيا. أشكرك شكرا جزيلا زميلي محمد مهدي، وأرجع إليك بعد قليل أو عندما تجهز، عايزين نعرف حقيقة استقالة ممدوح عيد من بيراميدز، ولو أن هناك أخبار أخرى خاصة بقناة الزمالك، وماذا بعد إيقاف برنامج الزمالك. أسيبك لأني أنا دلوقتي في فقرة التتويج، أسيبك حتى تجهز وابعث لي رسالة وأكون معك على طول. تمام، شكرا جزيلا. لازم ابدا يا جماعه باتحاد الكوره، وكان لازم اقول ان هذه هي لقطه الموسم وليس لقطه المباراه، هذه هي لقطه الموسم وليس لقطه المباراه، هذه هي اللقطه التي تستحق ان نقف امامها وان نشيد بها، مش عايزين نقف قدام اي سلبيه، عايزين نقف قدام هذه اللقطه التاريخيه، مؤمن زكريا والدوري المصري، دوري مؤمن زكريا رقم 42، دي لقطة الموسم التي يستحق عليها الجميع
شكرا. بدءا من الرئيس عبد الفتاح السيسي مرورا بالنادي الاهلي. الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي صمم ان الدوري يرجع والنادي الاهلي اول من لب النداء، فعشان كده كان من الطبيعي ان يكون في حضن الاهلي. وانا شايف ان دي لقطه الموسم، دي اللقطه التي تسلق الصدور، دي اللقطه اللي تفرح الحلوه اللي في الموسم كله. مليون سلامه يا مؤمن، وربنا ان شاء الله باذن الله يرجعك بألف مليون سلامه. هذه هي لقطه الموسم من وجهه نظري، واعتقد انكم انتم توافقوني في ذلك. هي لقطه الموسم بكل المقاييس، هي لقطه الموسم بكل المقاييس. مؤمن زكريا مع درع الدوري، رغم أن في ناس كتيرة جدا